نص عمي مفلح اسكت واخر اذنس الله يلعن بيزس هذا لقافتكم دي ما تخلونها. اهلين عمي. اهلين. للي معي واحد من العيال. إيه كم معي في السجن حق الملز؟ لا عقل قضيته نصب واحتيال. اوكي. اوكي. اي والله. لا قبل اتوقع انه يعني امسك في في سطو مسلح. بس طلع. ايه هو اللي معي. ايه لا لا هو كان قطع طرق بس الحمد لله اليوم هدا صار الحين اسمه الكابتشينو في رياض بارك دائم كل عصر هناك هو. ابد بنت رايحه وراها ذيبان متزوجه مهم متزوجه ينشب الام امها الين يا شيخ يقلقها بنفسها الين يا شيخ يدخل ذاك اليوم التوقيف عدى امها العيب. تقول للبنت انقلع اضب في وجهك انا انسانه مرتبطه لا يلحقها يعني انا احسن من رجلس راح اهتم بيس احسن من رجلس ابن الذين يا مسلم انقلع ابن الذين يا ابن الحمير ما لا يا ابن الايه ما ناس صامل اي هو معي. وش عاد نسوي؟ لا عاد الحركه الجديده لا تفوتك. النظام الجديد لازم ايه اوكي ايوه اخبارك يا ذيبان ايش رايك؟ ايش رايك فيني بس؟ تدرين انت ما حد يدري عنك حتى لو اجي من عند نقطه تفتيش اوقف عند عماني شكلس اقدر ابدل رجال هذا إيه. احسن ما فيه ايوه ايش اخبارك يا ابو هزاز؟ لا امزح ايش برنامجك اليوم؟ ابو هزاز غريبة الاتحاد غريبة الحمد لله ها ايش البرنامج اليوم؟ برنامج اليوم انا علمي الصدق اليوم عندي اعلان مطعم شاورما